ما هو التأثير المتوقع لهذا الهاشتاج أستاذ النور؟ هذا الهاشتاج يمكن أنه يحقق نسبة من الوعي، ولكن انتشار المخدرات وتعاطي المخدرات هي مشكلة كبيرة، مش مشكلة السودان، مشكلة في الوطن العربي كله. لكن إذا جينا صنفنا تحت المخدرات ذات أو المتعاطين للمخدرات، نجد أنه الآيس أو هذا بتاع المخدر الجديد هو دائما ما يتعاطاه تتعاطاه طبقة معينة من المجتمع، أو الطبقة ذات الدخل العالي، أو الأسر الكبيرة عندها الدخل المتوفر. دائما بيكون في بعض الأطراف تصنفها بالغنية، لأنه الجرعة حقته غالية جدا، ولا يستطيع بعض الشباب التعاطي حقها. ولكن هذا التعاطي يجب أن يكون في وعي، ووعي من الأسر حتى داخل المنازل وداخل الأحياء، وحتى الشباب نفسهم يجب أنه التوعية تجي من الشباب أنفسهم، خاصة في الجامعات وفي المعاهد وفي الطرقات وفي الأسواق. يجب أنه هذه الظاهرة يتم تداركها حتى لا تصل مرحلة يمكن يصعب علاجها. طيب، ظاهرة التفشي للمخدرات هذه أستاذ وليد، هل وراءها جهات في رأيك؟ نعم، المخدرات هي أصلا واحدة من التجارة المربحة جدا، فأي إنسان بيشتغل في تجارة المخدرات هو بيكون عنده مروجين وعنده جهات بتسعى، لأنه هي أكثر حاجة بتدور دخل يعني. فالإنسان المتاجر في المخدرات بالتأكيد هو بيروج وبيوزع وبيحاول يجد سوق في كافة المناطق. فالمحاربة الحقيقية تجي لقفل الحدود، لانه الايس بيجي عابر الحدود، ما قاعد يصنع في السودان محليا. فالرقابه في الموانئ وفي المطارات يمكن انها تخفف من دخول هذا. نعم، ايضا تحدثت عن الحرص والانتباه لهذا الخطر الداهم، ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع ومنظمات المجتمع المدني لمواجهه هذا الخطر الداهم المخدرات؟ منظمات المجتمع المدني يمكن انها تعمل ورش، تعقد ورش في الجامعات، ورش على الهواء، ورش في المناطق المفتوحه، في المناطق العامه، في الاحياء، في كل المعاهد، في المدارس، حتى في المواصلات العامه، في أجهزة الإعلام، حتى تصل إلى نتيجة يمكن أن تخفف من هذا الخطر. نعم، أيضا تحدثت أن الآيس لا يتم تصنيعه محليا وإنما يأتي عابر إلى الحدود، هل إجراءات الدولة لمواجهة دخول هذه المخدرات كافية؟ ما هو المطلوب منها حتى يكون دورها أكبر في مواجهة الخطر الداهم المخدرات؟ طبعا كلما تطورت أجهزة الرقابة وكلما تطورت أجهزة المتابعة بنفس القدر، المجرمين بيطوروا من أدواتهم وبيطوروا من أساليبهم في كيفية إدخال هذه المخدرات. فإذا كان في وعي من المجتمع، وعي أولا بعدم التناول وفتح مراكز، الآن مراكز معالجة الإدمان هي مراكز قليلة جدا، وحتى ويجب أنه الوصمة، وصمة العار التي من المجتمع، أن المجتمع يتعامل مع هذه مع المتعاطين بكل جدية. وإذا تمسكنا بأنه بيمشي للمراكز المعالجة الإدمان أو مراكز العلاج هو بيسبب حرج لأسرته، يجب أنه هذا الحرج ينزاح ويكون في تعامل مباشر. الدولة يجب عليها تشديد الرقابة على هذه المخدر. نعم أستاذ وليد، يعني هناك جانب سياسي دعنا نتحدث عنه، هناك من يرى أن الشباب المحبط هو الذي أتى أو ذهب لتعاطي المخدرات بسبب فشل تحقيق أهداف الثورة، ما رأيك في هذا الحديث؟ طبعا ربط الجانب السياسي، ربط الجانب السياسي بالمخدرات هو ما دقيق بالتحديد، لانه قبل الثوره كان في عطاله، كان في تفشي، كان في عدم وجود فرص للعمل، وبعد الثوره كذلك. ولكن الثوره كان سقف الطموحات عالي جدا، بان الثوره هي هتفتح
فرص كبيرة للشباب، تفتح فرص للعمل، تفتح فرص ل وهذه الصفوفات اصطدمت بالواقع، ودي طبيعة كل ثورة بتقوم في أي بلد من البلدان. سقف الطموحات بيكون عالي جدا وسقف التوقعات بيكون عالي، ولكن عند التطبيق العملي بتكون هنالك صعوبات، بتكون هنالك مشاكل. الحكومة الانتقالية يبان الفترة الأولى كان إذا سارت في الطريق ولم يقع انقلاب في الوسط، ودخلت مؤسسات كبيرة، دخلت شركات دولية، دخلت بعض الشركات اللي تعمل في مجال البنى التحتية، ممكن انها كانت توفر فرص للشباب، وحتى اذا ارتفع دخل الناتج المحلي للحكومة ممكن كان انها تفتح فرص توظيف للشباب، وممكن انه كانت الدولة تعمل مشاريع صغيرة ممكن يستفيد منها الشباب في لأنه الوظيفة الحكومية أو الوظيفة الميري كما يطلقونها الآن هي أصبحت غير جاذبة للشباب وغير جاذبة وغير ولا تستطيع أنها تحقق لهم طموحاتهم في أنهم يفتحوا بيوت ويكونوا أسر. هذه كلها بتحتاج إلى تضافر المجتمع والدولة ورؤساء المال الوطنيين بأنهم يفتحوا ويساعدوا الشباب في مشاريع إنتاجية صغيرة ممكن أنها تخفف من هذه الظاهرة. نعم أستاذ وليد النور، أيضا بسبب الضغوطات المعيشية والاقتصادية، هل يمكن أن يكون هذا هو سبب في بعد الأسرة عن أبنائها حتى ذهبوا إلى هذا الخطر الداهم المخدرات؟ نعم، قد تكون واحدة من الأسباب، أو هو عدم وجود الأسرة في وقت واحد، أو عدم مراقبة حتى الأبناء متى خرجوا ومتى يعود إلى المنزل بسبب الجري ورب الأسرة خلف كسب العيش. وربما تجد حتى الأب والأم هم الاثنين بيكونوا شقالين ويطلعوا من الصباح بدري ويجوا راجعين، ولكن هذه ليست مدعاة إلى أنه الشباب يتناولوا المخدرات. الشباب ممكن يتأثروا ببعض، يمكن يتأثروا في الجامعات، ممكن يتأثروا أبناء المنطقة الواحدة في 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 تعاطي هذه المخدرات، ولكن الحديث عن هذه المخدرات هو ليس بالحجم الكبير الذي يتم تناوله في وسائل الإعلام، ربما في هنالك تضخيم لهذه التعاطي. يعني العدد ليس كبير في رأيك؟ العدد بالتحديد إذا مشينا لضوابط الشرطة وعدد المراكز اللي بتعالج المدمنين وحتى في الطرقات لم نجد انه العدد ليس بهذه الضخامه. نعم، ايضا تحدثت عن ان مراكز علاج الادمان عدد قليل جدا في السودان، ايضا ماذا عن خجل الاسره حتى انها تدخل ابنائها الى مراكز العلاج؟ نعم، هذه واحده من اكبر المشاكل اللي بتعانيها الاسر السودانيه، بانه حتى الذهاب الى مستشفى التجاني الماحي او مستشفى الامراض النفسيه في نظر بعض الناس هو عيب وهو يخجل منه. يجب أن الناس توعى بأن مراكز علاج الإدمان ومراكز علاج الاكتئاب هي مسألة صحية، ويجب على كل الأسر أنها تتعامل مع هذه الحالات بطريقة إيجابية، وبأن هذا المدمن علاجه وإدخاله إلى المصحة النفسية أو إلى مركز العلاج أفضل بكثير من أنه يتركوه يأذي آخرين ويأذي نفسه ويأذي حتى أسرته.